السلام عليكم الاخوان، كل شيء بخير اخوان والاخوات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ماما واحد البلان جيت باش نهضر فيه باش ما نبقاوش نهضر بزاف وداك الشيء ديال كذا. كنعرف اضرب طيح، ما عنديش مع داك الشيء ديال ا بي سي دي تخربيق، ما كنحملوش. واحد بنت الميكروب، واحد الهاربه ما كنعرفها، ما كتعرفني، عمرني تسمى شي ارض واقفه فيها هي، ولا عمرها ربطاتني باش شي صيله ايا كانت، سوى صداقه سوى معرفه سوى كما كتدعي هي علاقه غير شرعيه، سوى عمرها عرفتها في الكره الارضيه. ناض حتى سيدي كانت ربطات الاتصال، ما عرفتش شكون اللي كونتاكت الاخر. المهم ربطات الاتصال بالسيده اللي كنت مرتبط بها وهضرات معها وضحات لها، زعما هضرات قالت لها بانه راه انا كنت معها في علاقه غير شرعيه منين كنت متزوج الى اخره. فهاد ستوري درتها كتوضيح وكحفاظ للشرف ديالي وحفاظ للشرف ديال الابن ديالي. ما كتربطني حتى شي حاجه وما عندي حتى شي حاجه، ما عندي حتى شي صيله بك. وانا عاود نقولها لك، ما كتربطني بدين حياه امك حتى شي صيله، ولا عندك شي دليل دلي به متقيش داويه، ولا عاود تسمعش عليك شي حاجه في لونتوراج ديالي، ولا شي قصه من واحد الخيال ديالك. غندوز معاك للقانون، وديك الساعه غنشوفوا الصالون ديال داركم شمن طلامط وهادشي الصحافه عندكم للدار وكذا، وما عندنا ما نديروا بهادشي كامل لانه غير صداع الكر، وما بغيتش نحس براسي متعدي ولا شي لقطه. وبالنسبه للسيده اللي مشيتي قلتي لها ديك الهضره وتيقاشك فراه هي كتحمل مسؤوليه الهضره اللي تيقات، اللي هي كلها كذوب وباطل. والصلاه على الحبيب. شو هاد الهاريب هاد المخياش قال لها دماغ اصاحبي، ناس مطايفين تيصايبوا الدواء ديال الكونسير وشي يخدموا تيقراو تيبحثوا باش يديفلوبيو الحياه، وهي الهدف ديالها هو طيح الباطل على واحد ما بينه وبينه حتى شي صيره. ما حشماتش على عراده، ما حشماتش على الشرف ديالها. سيره وجه العذاب، لا درتي شي غلط ولا كانت حياتك عذاب ولا سميشو، راه ماشي عبد الستار هذا تجي تضرقي فيا. انا راه ما كنعرفك ما كتعرفين، وراه نتشوى انا ودي القرد تاعبوك اللي ما رباكش. عطيني اتساع، راه ما عنديش معاك تخربيق وما تنصبرش في هاد اللعيبات هادو. والصلاه على الحبيب بيصمت.